أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي طلبة الصف الثامن. في الوحدة الأولى حول دائرة مستديرة، سنتناول خلال هذا الأسبوع عدة محاور. أنا كطالب أحبتي في بداية كل أسبوع أسأل نفسي: ماذا سأتناول خلال هذا الأسبوع؟ هل سأتناول درساً في القواعد؟ أم أنني سأتناول درساً في القراءة؟ أو أنني سأتناول فناً من الفنون الأدبية أو اللغوية أو رواية من الروايات المطروحة؟ خلال هذا المقطع سنتعرف إلى محتوى الأسبوع. سنبدأ عزيزي أولاً بنص الاستماع عباس بن فرناس. فيتوقع منك أنت كطالب أن تحلل النص المسموع وأن تتعرف على شخصية عباس بن فرناس ودوره الهام في الطيران خلال هذه الحصة، وعليك أن تتقن مهارة الاستماع وأن تكون متأملاً جيداً خلالها. ثم سوف ننتقل عزيزي الطالب لأداء الاختبار التشخيصي الخاص بك، وبعد الانتهاء من الاختبار الإلكتروني عليك أن تتأمل ما أخطأت به، ثم عليك كتابة نقاط الضعف والقوة الخاصة بك. في هذا الدرس عزيزي الطالب سوف نبدأ بالجملة الفعلية. سوف يتعرف الطالب إلى مفهوم الجملة وأنواع الجمل، وسوف يستنتج أن الجملة في اللغة العربية هي القول المفيد الذي يتم به المعنى، وتنقسم إلى قسمين: الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الفعلية أحبتي هي كل جملة تبدأ بفعل، بينما الجملة الاسمية هي كل جملة تبدأ باسم. الفعل المبني للمعلوم أو المجهول، المسند والفاعل ونائب الفاعل والمسند إليه، كل ذلك سيتعرف إليه الطالب في هذه الحصة، بالإضافة إلى الجملة الاسمية التي يجب أن تبدأ كما قلنا باسم وتتكون من ركنين يتم بهما المعنى، وهما المبتدأ المسند إليه والخبر الذي هو المسند. بعد أن يتعرف الطالب إلى هذه القاعدة سوف نتابع في الحصة القادمة حل تدريبات الكتاب. في هذه الحصة أحبتي، بعد أن نكون قد تعرفنا إلى القاعدة وتعرفنا إلى المسند والمسند إليه، وركز الطالب في مفهوم الجملة الفعلية وتعرف إلى الفاعل ونائب الفاعل، سوف يبدأ بحل تدريبات الكتاب ليقوم بتثبيت المعلومة، والتي منها بداية التدريب الأول والذي يتضمن سؤالاً بإكمال الفراغ بفعل مبني للمعلوم. ثم ننتقل إلى تدريب آخر فيه أكمل الفراغ بفعل مبني للمجهول، وذلك حتى تثبت قاعدة المبني للمعلوم والمبني للمجهول. ننتقل بعد ذلك للتدريب الثالث الذي يحوي جملاً يجب أن يملأها الطالب بمبتدأ وخبر، ثم ننتقل إلى التمييز ما بين الجملة الفعلية والإسمية، وهكذا نكون قد ثبتنا موضوع المبتدأ والخبر والفرق ما بين الجملة الفعلية والجملة الإسمية. ينتقل الطالب إلى تصنيف الأفعال من حيث الزمن، ثم يفرق ما بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول مرة أخرى، وهكذا أحبتي إلى أن ننهي تدريبات الكتاب المقررة لدينا. وهكذا أحبتي الطلبة نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى. أسبوعاً سعيداً وموفقاً جداً أتمناه لكم. ادرسوا جيداً، حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية. إلى اللقاء.